تمضي مصر قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الوفاء بالتزاماتها الدولية حتى في ظل تداعيات فيروس كورونا. وقبل أزمة كورونا أطلقت مصر مبادرات تنموية ساعدت على الصمود في وجه التداعيات، فيما لم تكتفي بذلك فاستحدثت مبادرات في ظل كورونا، منها نتشارك هنعدي الأزمة من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة وتقديم المجتمع المدني مساعدات لدعم المتضررين. ومن المبادرات المستحدثة أيضا لدعم أهداف التنمية المستدامة في ظل كورونا منحة العمالة غير المنتظمة وصرف علاوات لأصحاب المعاشات ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية للوفاء بالتزاماتها. الجانب الثقافي من التنمية المستدامة لم تغفله الدولة، فكانت مبادرات خليك في البيت الثقافة بين إيديك كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الفني للجمهور من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة. بخطوات ثابتة نحو النمو يمضي الاقتصاد المصري ليعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، حيث نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم ليسجل 5.9% في أبريل مقارنة ب 31.5% في أبريل 2017. كذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020. من جانبها توقعت وكالة فيتش انخفاض التضخم العام في مصر خلال السنوات القادمة في ظل إجراءات الضبط المالي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 5.4% خلال العقد القادم.